حزنك يضعف الرئة، غضبك يضعف الكبد، توترك الزائد يضعف قلبك ودماغك، خوفك يضعف الكلى، قلقك يضعف المعدة، صحتك. إن لم تكبح مشاعرك السلبية فستدمر نفسك. كل شيء يتغذى على ضعفك، وإن كنت مريضا فبضعفك ستجعل المرض يسري في جسدك أسرع. مشاعر الضغط تتخزن في أكتافك، مشاعر الغضب تتخزن أسفل ظهرك، مشاعر القلق تتخزن في رقبتك، مشاعر الرفض والفقد تتخزن في رأسك، أما العصبية فتتخزن في القولون. وبالنسبة للقولون، أرحه بتخفيف التوتر بالمشي، وبتقليل الأكل بالصوم المتقطع على فترات، بتخفيف السعرات بالخضار والأكل الصحي وشرب الماء بوفرة. أرحه بالرياضة، ومن الأحسن أن تكون رياضة جبلية كصعود مرتفع أو درج، ولا تنسى مشروبات مساعدة كالنعناع واليانسون. والأهم، ابتعد عن العصبية من دون داعي. هناك من يحزن، وهناك من ينسى، وهناك من يبحث عن حل. وللابتعاد عن العصبية، تجاهل المشاعر السلبية بي. I'm okay. It's alright. I'm fine. الحمد لله. استغفر ربنا. استغفر الله العظيم يا رب. تنفس جيدا. Stay with me. 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 مثلما تعمل تخطي للإعلانات المزعجة، تخطى العصبية المؤذية. فهذا يحفز دماغك على الرجوع لنقطة الهدوء دائما. اكتب كل ما يزعجك وتفكر فيه في ورقة، وارميها أو احرقها لو أردت. ازرع نبتة أو اصنع أمرا تحبه. وقبل كل هذا، توضأ وصلي ركعتين بسجود طويل، اسمع ورتل ما تيسر من القرآن، ولا تستهن بتسعة أفضل أطباء في العالم: أشعة الشمس، كثرة شرب الماء، النوم الكافي ليلا، الهواء النقي، المشي يوميا، الغذاء الصحي، وغذاء الروح، القرآن، الرضا بالقدر خيره وشره. تنفس بلا إله إلا الله، وعاتب نفسك بأستغفر الله، وتعجب بسبحان الله، وتألم بالحمد لله.